أخيرة عم بيحضروها فقرة عروض علمية، عم بيعملوا يجهزوا حالهم هيك بندردش شوي. في الواقع في شغلة حابب أحكيها، إيش اللي بيجذبني لتجارب من هذا النوع أو لنشاطات من هذا النوع؟ لما كنت في جيالهم صف ثامن تاسع يمكن عملت جزء من هاي التجارب هي نفسها، فأنا مش بس بفهم شو بدهم كمان عم بحس معه، عشت نفس اللحظات وأنا بصف ثامن تاسع، اتأثرت كثير من هاي النشاطات العلمية، ويمكن هذا الاشي أثر على كل مجرى حياتي بعدين. في شغلة حابب أحكيها برضو، من يعني الأشياء اللي كان لها دور ولعبت دور في المسيرة العلمية تبعتي، كتابين أو ثلاثة كتب كنت أقراهن وأنا بصف تاسع، مؤلف اسمه شوقي حبيب مفتش علوم ألفهم، وأنا بذكر بصف تاسع ثامن قريت الكتب كلها، ويعني بدأ من هاي اللحظة أنا حبيت العلوم وحبيت الكيمياء وانتقلت للفيزياء بعدين. بدي أرحب كثير بالشخص اللي كان له تأثير كثير علي، الأستاذ شوقي حبيب، هو معنا اليوم في القاعة، إجا من أبوين قارب الثمانين بالعمر، ولكن أبوين خريج كلية ترسنطة في القدس، رفيقي كان المرحوم حنا القسيس ابن بلدكم واسكندر النحاس من ترشيحة، وتخرجنا في 47 مترك فلسطين مترك لندن، وبعدها أنا دخلت للتخنية في حيفا، تعلمت اللغة العبرية لحالي بدون معلم، وأخذت تخرجت في 56 مهندس كيماوي، ولكن الإخوان اليهود ما خلوني أشتغل في المهنة، قالوا أنت كيف إحنا اللي حاكمينكم مش أنتوا اللي حاكمينا، وكيف بدك تكون مسؤول عن يمال يهود وصاحب معمل يهودي، هذا مش معقول. فإجا التعليم أريح لك، ورجعت للتعليم ترقيت، قبلت التعليم في الناصرة وفي الثانوية البلدية وفي المعمدانية، وترقيت مدير نائب مدير ثاني ثم نائب مدير أول ثم مدير للمدرسة الثانوية البلدية في الناصرة. خلوق مضحي مفكر يمكن سابق أجياله بأجيال، وبحيي طلابه الذين استجابوا له والذين بيجوا على هذا المركز وبنهلوا منه العلوم. العلوم يا إخوان مش زي اللغة العربية ولا زي التاريخ قراءة في الكتب، العلوم نمارسها عمليا، نعمل تجارب، وهيك تقدمت الأمم إنه صار كل يوم في إشي جديد، كل ساعة في إشي جديد، وهذا ساعد على نمو الطب والعلوم كلها، وتحسن حياة الناس تحسنت كثيرا، وصارت وسائل النقل اليوم سفن فضاء بتحركوا فيها. جيت لعندك عشان ما تعلمي ولو الحقيقة يا فندي مش عندك بعدك تغير على الخلفني ولا كنت عبت وحضرتك بدل ما تسهل الامور عم تصعبها اكثر. لا 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 يا امداش، لا هاي ما قبلتها منك ابدا. تفضلي هاي معي مجازي. لا حيا ولا خشب، من بكره الباب بحول لك معاش المرحوم. ايوه
انا صوتك ولك المرحوم سوا بالحوار المتاجر حاجه تجحي وتنوحي عليك فهميني شو الموضوع بالضبط القصه وما فيها احكي انه اتصل فيي امبارح لافندي مين افندي قالوا حابب يعمل لي زياره الافندي من غيره الله يسلم فيه والعظمي يا رب يا ترى شو بده منك هالمغضوب ليكون والله انك قليل يا مدهش لا يروح تفكيرك لبعيد يا انت يصير القصه وما فيها انه بتعرفي انا ارمله وحيده بتفوتيش لحالك وبتطلعيش لحالك وبتكليش لحالك وبتخربيش لحالك وبتنبيش لحالك فهمت والله العظيم فهمت هالموش حطاني مو خالي بس هو في بس ابو دهش واحد ولك يا حسن عليك يا ابو دهش يا مصطفى ظهري تركته وانا في عز شبابي اخ يا ابو دهش سلم على ابو تيسير قول له يجي يشرب قهوه هيك بدل مثلا وين المساعد تبعي؟ نيتروجين سائل نيتروجين هون بالون فيه غاز الهيليوم اللي كثافته كثير قليله لنزيد الكثافة فبنحط برضو ما تخافوش ايش خطر كله مخصوص النيتروجين السائل بيتبخر بشكل سريع بيكون ضغط قوي وهات نشوف شو بيصير وين هي تسكرها وين هي انا بدك اسكرها هاي طيب يلا اغلاق محكم سكر كمان مرة راح استنى بس اخلص التفكير ما لانه الهواء عم بيطلع من الباب صح يلا شوف سكر كل ما تاخر كل ما طلع اقوى تفضلوا يلا شوف شو شلون ليش هون طيب هيك يلا انا الساحر شكابرا وهذا زميلي كبابرا انت بدنا نقدم لكم سحر روح انا شو اسوي كمل ما تجيني سحر هذا شو انت بدك تخفي حالك مين بين
طيب. بدي يخفي حاله يبين كبابرة. يلا أشوف. يلا. كبابرة على الساحل. آه. خلال ثانية وثلاثين راح تحول لكبابرة. سرعة. واطي. لازم على الطاولة يحطوها. على الطاولة.